بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هتكلم في عجالة في دقائق قليلة جدا. قلت لحضراتكم ان انا بسأل الرئيس صدام حسين مين اكتر حد بيعرفك كويس، يعني يفرق بينك وبين الشبيه يعني. فقال لي بمناسبة الشبيه الاول، احنا عملنا فيديو صغير جدا مدته اقل من دقيقتين، الرئيس صدام بيتكلم عن الشبيه مش انا، الرئيس صدام حسين بيتكلم عن الشبيه. قنبلة مدوية، الرئيس صدام حسين بيتكلم بصوته وصورته عن الشبيه، بيقول، والفيديو موجود عند حضراتكم هنا دلوقتي، بيقول ان الامريكا بتقول ان الشبيه هو اللي شبيه صدام هو اللي عام وعبر النهر في 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 العراق. طيب يا ناس، انا دلوقتي معاكم اهوت، انا صدام، انا عديت النهر 3 مرات، الشبيه بتاعي يقدر يعبر النهر 3 مرات؟ لا، الشبيه عبر مره واحده. اعمل ايه؟ وانا صدام حسين عبرت النهر 3 مرات، مره مره مره. يعني ده صدام حسين مش انيس الدغن اللي بيقول كده. يعني لما امسك دي وانتم مش عاوزين تقفوا عندها، انا مالي؟ وناس كتير تقول لك هو يعمل له شبيه منين، انا مالي برضه. وصدام حسين لما يقول كده ما انتش عاوزين تستوعبوا. انا بصراحه امنت، يعني قبل الموضوع ده كنتش بقول ان في ناس بتعبد البقر، معذرة يعني. انا عارف ان في اتباع كونفوشيوس وفي سفرديم وفي فلاشة وفي بوز وفي سيخ وفي هندوز وفي ناس بتعبد، لكن ناس توصل انها تعبد البقر؟ انا امنت. بس بعد حد داخل يعقب عندنا على الفيسبوك ويقول لك يا ترى والله هذا الفيلم قديم. ما هو قديم بس انت ما بتفهمش، يعني ما هو قديم. ايوه اوكي، ما انا هو انا قلت انه ده انا مصوره مع صدام دلوقتي. هو انا قلت هو على فكره، عاوز اريحك، انتوا متصورين زي واحد طيب، ما انا ما زعلتش منه خالص. واحد طيب بعت لنا وقال يعني انا بحب جدا الدكتور انيس الدغيدي وانا نفسي اشوفه وانا سعيد بيه، والناس عندنا في الحزب بتحبه. انا مش عارف حزب ايه يعني، في دوله ما مش عارف، في اليمن ولا في العراق ولا فين مش عارف، او في الاردن مش عارف برضه. فيا ريت يبعت لنا، او في فلسطين برضه مش عارف يعني، فانا مش عارف. ف يا ريت يبعت لنا مجموعه صور وفيديوهات له مع الرئيس صدام، يعني صور وفيديوهات له مع الرئيس صدام كتير، يبعت لنا كتير. انا ما زعلتش، ضحكت. لكن الاخ بقى ليه ضحكت؟ لانه بيقولها بحسن نيه وبطيبه. هو بيقولها بحسن نيه، الاخ التاني سيء النيه. يعني اللي هو بقى بتاع مقام الحزب الرفيع وبالراحه احسن تتعور وتنط لك عرق. فبيقول لك لا والله طول القديم، هو يا ابني قديم بس انت ما بتفهمش. حضرتك ما فهمتش اللي موجود. الراجل صدام حسين بيقول الشبيه بتاعي عبر مره، يبقى ده اعتراف اقول انه ليه شبيه. انت عاوز حد يعني، انت عاوز صدام يقول لك انا مش مخلف رغد وحاله ورنا وعدي وقصي؟ يعني ما هو بيقول لك هو بنفسه قال لك انا الشبيه بتاعي عبر مره واحده. اظن ده يخلق ابواب مش هنصدق بقى ميخائيل رمضان ولا جاسم العالي ولا فواز العمير ولا كل التاريخ اللي بيقول ان في اشباه لصدام. مش هنصدق الناس، هنصدق صدام نفسه. اه ولا هو ده مش صدام اللي قال الكلام ده؟ صدام حسين. ف ما بنزعلش يعني، بس يعني بنستغرب يعني. المهم، فالرئيس صدام قال ايه؟ قال انا عبرت النهر 3 مرات، وامريكا بقى بتقول ان هو صدام عبر مره. وانا بسمع، بس انا لسه ما قابلتش الرئيس صدام من فتره، من كام شهر، انا لسه ما قابلتوش. هساله فيها، انا لسه سامع المكالمه دي والبتاع ده الحديث ده وشايفه من الاسبوع ده. يعني ما انا بتوقف، في فرق ان انا اتوقف بالبحث والدراسه وفرق ان انا ابقى شايف كده وخلاص. فلقيت الرئيس صدام بيقول كلمة أوباما حاجة زي كده، فلذلك قلت سؤال، هل هو بيقول أوباما؟ أصلا ما كانش فيه أوباما، ما أنا عارف. لكن هل ده حدث وتحديث نفس ولا هل إيه؟ الكلمة واضحة تماما والاسم منطوق واضح. مجرد أنا تساءلت
مش باكد بقول ايه هو بيقول، لا هو ما قالش اوباما الا معايا في مكالمتي صوت بصوت، ما قالش اوباما، محمد حسن هيكل وبشار الاسد وهيلاري كلينتون ودونالد ترامب والانتخابات الامريكيه، ما قالش ده غير في مارس 2016 السنه دي مع انيس الدغيدي في المكالمه خالص. فانا يعني ما هو بقى، لكن انا بتكلم على ايوه بالقديم ان هو قال ان في جميع. فسالته بالنسبه للرئيس للملك حسين، فحكى لي واقعه مهمه قوي. قال لي في مؤتمر القمه العربي سنه 90، انا هحطه لكم دلوقتي عشان تشوفوا كلمه الرئيس صدام وتحللوها، اقفوا قدامها بوعي وتحليل، لان هو الرئيس قال لي كده. قال لي افهم دي واسمعها كويس وشوفها وبص وفكر وحللها. دي بدايه المشكله الحقيقيه بيني وبين الامريكان. قال لي وانا بلقي كلمتي في عمان في سنه 90 في مؤتمر القمه العربيه هناك في عمان، في حضور مبارك ابن بوش وابن امريكا وعميل السي اي، وفي حضور وطبعا رئيس المؤتمر الملك حسين خبير خيانه الحكام العرب بدرجه بروفيسور، ابن امريكا وابن اسرائيل وابن اي حد. غريبه بصراحه. الملك حسين ابن صلاح يقول لك هاشمي، هاشميه الاسره، عائله الهاشميه، هاشميه ايه؟ هاشمي دي يعني من بني هاشم، مش الحاج هاشم وهشام واتش. فما الذي حدث؟ فقال لي قلت الكلمه بتاعتي وقلت ان امريكا لازم تلاقي قوه تطلع، لازم نعمل قوه عربيه كبيره نوازي بها القوه الامريكيه والقوه الروسيه اللي دورها انتهى من فتره وتقزم من اول 95 مع انهيار جورباتشوف والدولة الروسية، ولازم نخرج واحنا نعمل كيان عسكري كبير، ولازم امريكا تخرج من الخليج. امريكا كانت موجودة من في الخليج بحجة ان هي بتراقب الحرب، مش الحرب كحرب، بتراقب مصالحها والنفط في الخليج ببوارجها وطائراتها وحاملات طائراتها. طب الحرب خلصت بقى لها 3 سنين 4 سنين، ما هو امريكا ليه ما مشيتش لسه؟ لازم نخرج امريكا. اتفرجوا، جايب لكم، جايبها لكم بفيديو خاص جدا سبيشال من ارشيف الراجل نفسه. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان امريكا قالت لازم يسقط صدام حسين. فراحت ايه؟ اسقطته في الاول بالضربه القاسمه سنه في احتلال حكايه الكويت، وبعدين كملت عليه في 2003. فاحنا لازم نقف مع التاريخ كويس، لكن بقى اللي يعنيني هنا هوريكم حاجتين بقى. اللي يعنينا كمان ان الملك حسين ابن طلال، ولا خليني دي اقولها في فيديو تاني. كل التحيه وكل التقدير لحضراتكم، بس هنشوف دلوقتي مع بعض الفيديو بتاع كلمه الرئيس صدام حسين الرسميه في مؤتمر القمه اللي قلبت عليه الدنيا وكان لازم يمشي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.